أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إثباتنا لوصفه مفصل، والنفي في الغالب نفي مجمل. نعم، القاعدة تقول: أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة رحمهم الله يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال، وهذا من أعظم كمال الأدب مع الله عز وجل، وهو المنهج الذي سارت عليه الرسل والأنبياء والكتب التي أنزلها الله من السماء. أنك إذا جئت إلى صفات الكمال فصلت، وإذا جئت إلى صفات النفي أجملت، فلا تفصل في نفي ولا تجمل في إثبات، وإنما فصل في الإثبات وأجمل في النفي. بل هذا ليس كمالا في حق الله فقط، بل هو كمال حتى في حق المخلوق. فإنك لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وقلت إنك ملك شهم شجاع قوي كريم قدير سخي أبوابك مفتوحة، كم صفة الآن أثبتت؟ هل سيمل الملك؟ بل لو جلست إلى الصباح وأنت تفصل في صفات الكمال لما ازداد لك إلا محبة، ولما ازداد المبلغ الذي سيكتب في الشيك إلا زيادة. فأنت كلما زدت زدنا، صح ولا لا؟ فإذا التفصيل في صفات الكمال هو الكمال في حق ملوك الدنيا، فإذا هو من باب أولى كمال في حق ملك الآخرة. ولذلك اقرأ آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذا تفصيل في الإثبات، تفصيل في الإثبات. أغلب الآيات ختمت باسمين: عزيز حكيم عفو غفور علي عظيم سميع بصير. إذن دائما منهج القرآن إذا جاء في إثبات صفات الكمال إيش؟ يفصل. الله يحب المدح، ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، يحب أن يمدحه عباده عز وجل، ومدحته تكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لكن إذا جئت تنفي صفات النقص لا تفصل، قل ليس كمثله أحد، لا تفصل، لا تقل ليست الملائكة مثله وليس البشر مثله وليس الجن مثله، لا لا لا، أجمل، لأنك الآن تريد أن تنفي نقصا وتنزه الله، فأجمل، قل لم يكن له كفؤا أحد. شوف إجمال، لا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدائما في نفي صفات النقص يجمل. إلا أن العلماء قالوا إن هذه القاعدة ليست كلية وإنما أغلبية، إذ أننا نجد في القرآن شيئا يسيرا من الإثبات المجمل، ولله الأسماء الحسنى، أثبت وإجمال، صح ولا لا؟ ونجد شيئا من النفي مفصل، لم يلد ولم يولد، نفي مفصل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أو ليس هذا من النفي المفصل؟ إذن قاعدتنا هذه أغلبية لا كلية، قاعدتنا هذه أغلبية لا كلية. فأكثر النفي في الكتاب والسنة هو النفي المجمل، وأكثر الإثبات في الكتاب والسنة هو التفصيل. تفضل يا شيخ.